وتواصلنا معكم في هذه التغطية من مدينة العريش لحادث اقتطاف 7 من الجنود، 6 من جنود الأمن المركزي وجندي من القوات المسلحة، وذلك حال عودتهم إلى من رفح إلى القاهرة. وكما علمنا هناك تعزيزات من قبل القوات المسلحة وكذا من رجال الشرطة، هناك عمليات بحث عن أماكن الجنود المخطوفين وأماكن الخاطفين، ولا تزال المسألة مستمرة. نحن هنا في مدينة العريش ومعنا عدد من القيادات الشعبية هنا في مدينة العريش لنعرف منهم الوضع هنا في المدينة. معنا الشيخ أسعد البك، القاضي الشرعي في مدينة العريش، رئيس جمعية أهل السنة والجماعة. أهلا بك فضيلة الشيخ. أيضا معنا الأستاذ فايز عبد الله شيتا، هو شقيق أحد المعتقلين والذي نسب إليه أو نسب لي له ولأقاربه بأنهم يعني في بعض الصحف ردت شائعات عن أنهم قد يكون لهم صلة بحادث الاختطاف. أهلا بك أستاذ فايز. أهلا وسهلا. وأيضا معنا الأستاذ حسن حجاب، الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة. أهلا بك أستاذ حسن. أبدأ بك فضيلة الشيخ أسعد البكر، رئيس جمعية أهل السنة والجماعة. حضرتك هل يوجد معتقلون أو الشرطة قامت بعمليات دهم أو اعتقال لمشتبه بهم في حادث الاختطاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو عموما للآن لم يحدث هذا الأمر إن شاء الله، ونسأل الله ألا يحدث يعني بإذن الله تعالى. وإحنا كلنا بنحاول جاهدين إن إحنا نصل إلى هؤلاء الجنود ويطلق سراحهم إن شاء الله، لأن يعني هذا الأمر طبعا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نقبل مثل هذه الأمور إطلاقا من أي جهة من الجهات. لم تحدث أي اعتقالات للآن؟ لم يحدث شيء. نعم. طب حق من القيادات الشعبية في مدينة العريش، هل حدث تواصل بينكم وبين الأجهزة الأمنية؟ في نوع من الاتصال لمحاولة معرفة من الذي خطف. نعم. وفي محاولة للوصول إن شاء الله لإخواننا الجنود يعني. نعم. طيب هل الأجهزة الأمنية استطاعت أن تحدد من هم الخاطفون؟ للآن لسه. ما فيش حتى. لم يحدد الآن من هوية الخاطف من هو. نعم. للآن. طيب حضرتك يعني في ضوء يعني وأنت خبير يعني من أبناء شمال سيناء، هل ترجح أن يكون الخاطفون من لهم خلفية إسلامية أو أنهم لهم خلفية جنائية إجرامية؟ والله هو للآن ما نقدرش يعني نحدد الهوية بالتحديد. ما نعرفش مين اللي عمل كده وايه الدافع وراء هذا الامر. للان الامر غامض يعني، فيه غموض في هذه المساله. لم يتضح للان شيء. طيب الخاطفون او في ضوء ما علمته من الجهات الامنيه، هل الخاطفون لهم مطالب محدده؟ هي جت مساله الخطف دي بعد الاحتجاج اللي تم من بعض الشباب لما حدث للمعتقل حماده وشيتا من ضرب واهانه في السجن وادى الى فقد البصر. نعم. طبعا دي قضية أكيد أحب إليها رد فعل يعني. نعم. فرد الفعل ده ممكن يتفاوت من أناس إلى آخرين. نعم. كل على قدر عقله وعقليته. نعم. فبتختلف من شخص إلى آخر. نعم. فالداخلية مخطئة. فإن يبقى في تعذيب الآن في السجون يصل إلى حد أن يفقد المسجون بصره. طب هل هناك هذا أمر لا يصح. دي بتثير حوافظ الناس. طيب. فرد فعل الناس مش واحد. طب هل هناك ارتباط بين حادث اختطاف الجنود وحادث تعذيب احد المعتقلين من عائله ابو شيته؟ ما احنا ما نعرفش هل دي ناتجه من دي ولا لا، ده برضو امر لسه لم يتضح، لانه ولكن هي جت بعدها مباشره. نعم. شحنت الناس عن طريق الفيسبوك برضو. أيوه. تمام. وطلع شباب متحمس. أيوه. وام عمل نوع من الاضراب او الاحتجاج على هذه المعاملة التي تؤدي في النهاية إلى مثل هذا الأمر. نعم. بالنسبة للمعتقلين. نعم. فضلت الشيخ سأعود إلى حق مرة أخرى، ولكن أنتقل للأستاذ فايز أبو شيتا. أستاذ فايز يعني حضرتك شقيق المعتقل الذي فقد بصره في السجن، لو ونشرت بعض الصحف أنكم ربما تكون مشتبه بكم في حادث الاختطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا كنا رايحين زيارة عادية انا قلت لكم صله بالحادث ولا لا؟ لا طبعا مش صله نهائي، لا من قريب ولا من بعيد. طيب الشرطه اعتقلت اي من اقارب حضرتك؟ لا ما فيش اي حاجه حصلت، بس كله ايه كلام يعني، كله اشاعات بس صحف كاذبه كلها. طيب هل حدث استدعاء مثلا من قبل جهات امنيه ومخابرات او ما فيش اي حاجه خالص؟ وبعدين انا ليا 4 ايام في مصر، كنت في وزاره القاهره. في القاهره. نعم.
طبعا رحت انا وابن عمي ليا اشرف ابو شيده. أيوة. وكان من اعضاء مجلس الشورى من حزب النور وحزب الاصاله. أيوة. رحنا قابلنا اللواء مساعد وزير حسين فكري. ده قبل حادث الاقتطاف. ده قبل الحادث طبعا. نعم. فقعدنا معاه طبعا بعد ما سمعنا ان احمد فقد بصره اللي هو شقيق حضرتك. طبعا رحت له زياره بنفسي. توجهت لمساعد وزير الداخليه لبحث حاله اعتقال شقيق حضرتك. مش اعتقال، اللي هي الحاله اللي حصلت معاه في السجن جوه. نعم. تمام. فروحنا طبعا السجن جوه وقابلت احمد بنفسي، قعدت على الكرسي كده 5 دقائق قدامه. نعم. ما شافنيش، مجرد ما سمع صوته صار يبكي ويحضنني وكده. هو فقد من المسؤول عن سبب؟ المسؤول اشرف خفاجي، وانا قابلته شخصيا. مين اشرف خفاجي؟ ده ضابط رائد في مباحث سجن استقبال طرام. نعم. قابلته شخصيا قلت له انت باي حق بتعذب اخويا وبتفقد بصره؟ قال لي انا اشرف خفاجي، لو سالت عني هتعرفني كويس، انا السياسي زي الحرامي عندي، ما عنديش فرق بين في خيار وفقوس، نفس اللفظ يعني. طيب هو يعني نوع التعذيب الذي ادى الى فقد البصر لشخص؟ علقوه على الباب اول حاجه وضربوه على دماغه. الثوره. ده ليه 22 يوم الكلام ده حصل. نعم. علقوه على الباب طبعا وضربوه على دماغه. طبعا اشرف خفاجي ضربه ضربه كده خلاه يفقد بصره ويتبر يعني يعمل تبول غير ارادي. رموه طبعا على القاذورات في الزنزانه لمدة 22 يوم طبعا اضرب على الطعام. لما رحت زياره حجزوني من الساعه 8 للساعه 2 الظهر، فالممرو قال لي هو مش عايز يقابلكم. طب الطب الشرعي يا فندم هل كشف واثبت صحه الوقايه؟ ما هي طبعا الطب الشرعي طبعا او من اول امبارح بفضل الله عز وجل، ثم تعب الاخوه معنا ووزاره الداخليه خاصه والرئاسه قاموا معنا بدور كويس جدا بصراحه يعني. ما هو وصلوا والنائب العام وصلوا النيابه للسجن. ايوه. وكلمني وكيل نيابة امبارح من السجن من جوه. نعم. قال انا بحقق مع الضابط وبحقق مع اخوك احمد. نعم. والطب الشرعي طبعا عمل التقرير بتاعه انه فقد فعلا بصره انفصال في الشبكيه. انفصال في الشبكيه ودلوقتي هو بيتعالج ونقلوه من السجن لسجن ثاني. طيب انتوا لما شقيق حق فقد البصر قمتم باحتجاج او مظاهرات هنا في العريش؟ والله طبعا انا كنت في مصر، وبالنسبه للاحتجاج اللي في العريش ده كان لازم يحصل ان يوصل صوتنا بس للمسؤولين ان في حاجه حصلت. كتير من الابرياء بيحصل معهم بينقتلوا ابرياء، ما حد بيوصلش صوتهم ولا حد بيعرف بيهم. فالطبيعي طبيعي ان انا اعمل مظاهره سلميه وانتهت الساعه 10. طيب هناك تصريحات منصوبه لمدير امن شمال سيناء بانه عقب احتجاجكم حدثت وقعه الاقتطاف، يعني ماذا ترد؟ ما قول ربك؟ والله ارد ان العمل ده هو لو لي مطالب يبين نفسه. انا شقيقه، احنا اهل احمد. نعم. المعتقل اللي حصل فيه التعذيب، احنا اخذنا الاجراءات القانونيه وبفضل الله عز وجل بيتم الامر يعني كويس جدا. فايه المبرر نعمل كده؟ ما كان من الاول هو خدوه من ليه 8 شهور في المعتقل مظلوم واتحكم اعدام ظلم غيابي وما كانش موجود ولا ليه عليه ادله ولا اي حاجه غلط ولا اثباتات في التهمه. ليه ما عملت من الاول كده؟ هسيب القانون ياخذ مجراه وباذن الله هيخرج. هو تهمته يا فندم منسوبه اليه؟ هو احداث قسم ثاني. ما فيش دليل ولا شاهد عيان، كله يقول لك تحريات مباحث. انا بطلب من الجهات المختصه فورا وبتحداهم. تمام. تحدي ان يجيبوا ادله بس على اخويا. لكن انتم لم يحدث اي استدعاء لكم من اي جهه امنيه؟ لا 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 لا، ده كله كلام. لا انت ولا اشقائك او اقاربك؟ ولا انا ولا اشقائي نهائيا. نهائيا. نعم. طيب انتقل للاستاذ حسن حجاب الامين العام المساعد لحزب الحرية العدلية. استاذ حسن، انتم الحزب اللي يعني يصنفكم البعض انكم الحزب الحاكم وبالتالي مسؤولون عما يحدث في البلاد، الوضع الامني هنا في سيناء وفي الجمهوريه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا على الجميع ان يلتزم سياده القانون، وسياده القانون التي نبتغيها في الجمهوريه الاسلاميه يجب على كل احد او كل مؤسسه ان تلتزم بهذا القانون، سواء كان حكومة أو مواطنين. الأمر الثاني، أنا أستبعد تماما أن تقوم عائلة من العائلات بهذا العمل، عائلات شمال سيناء، عائلات وطنية ومعروفة بحسها الوطني العالي، ولم يثبت على أحد من أبناء شمال سيناء طوال فترات التاريخ أنه خان بلده ولو للحظة واحدة. الشعب السيناوي شعب مناضل دعم القوات المسلحة. طيب أمال هناك بعض الشباب كان حدث اشتباكات بينهم وبين القوات المسلحة يعني العام الماضي في مناطق جنوب في الجورة وجنوب الشيخ زويد وقتل بعضهم، من أين أتوا هؤلاء؟
الله أعلم. هذه المنطقة منطقة شائكة أصلا، هذه المنطقة منطقة الحدود منطقة شائكة، وهناك بعض المعلومات ذكرت أن بعض المولودين مش من محافظة سيناء، ليسوا من محافظة سيناء أصلا. من أي محافظة؟ أنا علمت في التحريات السابقة في الحادثة الأولى بتاعت قتلة 16 جندي، قيل أن بعضهم من محافظات الدلتا، المقتولين من محافظة الذين قتلوا وسلموا من محافظات الدلتا. محافظات الدلتا لكن لا أذكر أي محافظة. هذه منطقة شائكة وملتبسة، ليس كل الموجود فيها من أبناء سيناء. هل 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 اعتقل أي أو هل ثبت أن أحد من أبناء شمال سيناء كان متورطا في هذه الأحداث؟ أحداث الجنود 16، الأحداث رفح قتل 16 جنديا؟ أبدا لم يحدث حتى الآن، ولم لم يعرف أحد حتى الآن من هم المتهمون. حتى هذه اللحظة لم يعرف أحد من هم المتهمون في هذه القضية، ولم يتم الإعلان عن متهم واحد خلال العشر شهور الماضية. نعم. طيب حاكي الوضع الأمني، يعني ينسب إليكم أنكم يعني بسبب فتح معبر رفح بين مصر وحماة وقطاع غزة، وطبعا الحكومة هناك حكومة إخوان المسلمين حركة حماس، يقولون أن هذا هو سبب الاضطراب وما إلى ذلك، البعض يقول هذا. معبر رفح معبر رسمي، والعاملون بالمعبر هم من أبناء مصر، سواء كان في الجوازات أو في الشرطة أو في الجمارك، يمارسون عملهم حسب القانون، وليس هناك أي نوع من التراخي أو التسيب أو التساول في هذا الأمر. إذا من يقول ذلك إنما يطعن في وطنية هؤلاء، يطعن في وطنية رجال الشرطة ورجال المباحث ورجال الجمارك وكل العاملين. هذا أمر عاري تماما من الصحة، ونحن إذا أردنا أن نشوش على الوضع بهذا الشكل فنحن نزيد الأمر سوءا. أنا أناشد العقلاء المؤمنين في هذا الوطن أن يتحروا الدقة. مصر تواجه تحديات ضخمة جدا وكبيرة جدا من الخارج ومن الداخل، فكل على كل عاقل وكل مؤمن أن يتريث قبل أن يمضي في أي عمل من الأعمال. نعم. حتى لا يزيد الأمر تعقيدا. البلاد محتاجة إلى الهدوء، محتاجة إلى العمل. طيب أستاذ حسن، يعني دعني أنتقل إلى فضيلة الشيخ أسعد البيك، رئيس القاضي الشرعي ورئيس الأهل جمعية أهل السنة والجماعة. نفس السؤال لحضرتك، هناك من يقول أن فتح معبر رفح والسماح للأفراد بالعبور بين قطاع غزة ومصر هو سبب هذا الاضطراب الأمني في سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني يؤسفني تماما أن هناك بعضا من المؤامرات الصهيونية الأمريكية بتحاك ضد هذه البلد وبترمي بسمومها في هذه المنطقة، وإحنا بنتلقى في هذه السمومة للأسف شديد. إيه العلاقة ما بين حماس وما بين مصر؟ علاقة مودة وعلاقة أخوة وعلاقة محبة، زي ما حضرتك قلت إخوان مسلمين وإخوان مسلمين مش هيضربوا بعض ومش هيخافوا من بعض تحت أي ظرف، ولكن تأبى الصهيونية العالمية وأمريكا أن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة بالذات، لأنه لو حدث استقرار لشمال سيناء بالذات في استثمار، في قوة اقتصادية، في قوة اجتماعية، في قوة سياسية، في قوة عسكرية، هذا كله ليس في صالح إسرائيل بحال من الأحوال. فلابد أن تظل هذه المنطقة في حالة توتر أمني، بل هم بيضخموا حتى بعض الأحداث الأمنية اللي بتحدث في هذه البلاد، يحدث أدها 20 مرة في القاهرة أو في أي محافظات أخرى، لكن عندنا احنا في شمال سيناء أي حدث بسيط يوم يضخم، تبص تلاقي الكاميرا الزوم عليه تقوم ضربك الأول والحق شمال سيناء وقبلك وهكذا. طبعا ده مقصود، الكلام ده مقصود لإحداث توتر أمني في المنطقة يترتب عليه هروب الاستثمار وهروب الناس. ده في ناس من أهل البلد النهاردة يقول لك أنا أستثمر في مصر، من أهل البلد يقول لك أنا أستثمر العريش أو من شمال سيناء، من العريش من هنا قال لك أنا أستثمر في مصر، فما بالك بالمستثمر اللي جاي من بره، اللي من الوادي مثلا او من اي، يعني هل العريش امنه ام غير امنه؟ يعني هل شمال سيناء هي امنه ان شاء الله؟ مفيش حاجه، ولكن هناك تضخيم اعلامي لما يحدث من بعض الامور الخارجه من بعض الناس، تضخيم اعلامي. يعني انتم هنا الا تتعرضون لحوادث سرقه، حوادث زي خطف. ما في سرقه وخطف في كل محافظات مصر، اقل محافظه فيها خطف عندنا في شمال سيناء. طبعا هقول لحضرتك حاجه، القاهره لسه من كام يوم وزير كان عامل لقاء، وزير تقريبا الشباب والرياضة على ما أذكر، عمل لقاء دخل عليه مين؟ ألترس الزملكاوي. نعم.
وضربوا وحرقوا وشتموا وبهدلوا الناس الموجودة في الاجتماع، والوزير هرب من الباب الخلفي ولحقوه يا دوبك فلت بالسيارة بتاعته. طب الكلام ده يعني أضخم من خطف السيارة. ألم يحدث عندكم في ما حصلش هنا؟ ما حصلش عندنا حاجة زي دي، وش هتحصل؟ وجم وزراء كتير والرئيس جه هنا وناس مسؤولين كبار وصلوا هنا، ما حصلش حد اعتدى على ألم يحدث أي تحرش بمسؤولين؟ ما حصلش إطلاقا للآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا لازم إن إحنا نرعى هذه النقطة، وعلى جميع أجهزة الإعلام المختلفة الصورة المختلفة أن تراعي الدقة في نقل المعلومة، لأن دي قضية مهمة جدا. الإعلام يمثل 90% من الوضع الراهن الآن في جمهورية مصر العربية. التوتر اللي احنا فيه في مصر النهاردة 90% منه سببه الرئيسي الإعلام. لابد أن الإعلام ده ينضبط عشان البلد تنضبط. دي نقطة. نقطة تانية مهمة جدا أنا عايز أذكرها وبينها في هذه المسألة بالذات، مسألة الاختطاف. الاختطاف تم إزاي؟ زي. هل الناس دي اللي اختطفت راحت على الجنود في معسكرها أو في بيتها أو في مكانه أم مشددين بالقوة خدوهم وهربوا بيهم؟ لا. جت إزاي؟ وقفوا على الطريق. الخاطفون اعترضوا الطريق. وقفوا على الطريق. الأسفلت. وقعدوا حوالي ساعتين. ده كان الناس كانت موجودة اللي بتروي هذه الرواية. ساعتين يشوفوا العربيات اللي رايحة والعربيات اللي جاية. بطاقتك أنت عدي أنت ما تعديش، لغاية ما لقوا السبع جنود دول من خلال الكارنيه بتاعه. يعني الخاطفون هو مصر الملكي. وقفوا على الطريق، قطع الطريق. قطعوا الطريق ساعتين واقفين. ولم يحرك الأمن ساكنا. والقضية دي عندنا منتشرة في كل أنحاء البلاد. بيجي الناس خارجين يقفوا على الطرق السريعة والطرق الداخلية والخارجية، ممكن يقعد ساعتين وثلاثة وأربع ساعات يفتش العربيات ويفتش ويشوف البطاقات وكأنه داخلية. أكنه شرطة. طبعا هو مش لابس شرطة بس يعني أكنه شرطة. والناس عارفة الكلام ده. والأمن يعلم هذا ولا يحرك ساكنا. فلما جات العملية وشافوا البطاقات بتاعت الناس دي. بتاعت العساكر. أنت أمن مركزي تعال. أنت ليش خدوا السبعة وقاموا خدوهم في عربية ومع السبعة. راحوا فين؟ طب انا كامن بدور وفق الرايت شود العيال. انا اين ذهبوا بهم وفق الرايت شود؟ لا سيب دلوقتي المساله دي، احنا ما نعرفش عنها حاجه. انا بتكلم في جزئيه مهمه جدا لابد ان ندركها. انا دلوقتي بقول اين الامن والناس دول قاطعين الطريق ساعتين كاملين بيفتشوا الناس ويشوفوا البطاقات. طريق الاسفلت بين الشيخ زويد والعريش اللي بيطلع على رفح وبيطلع كده على غزه الى اخره، طريق دولي. الامن فين؟ وعلى بعد 5 كيلو من نقطة الريسة. كمين شرطة الريسة. الناس دي فين؟ فين الأمن؟ فإحنا للأسف يعني هذه ثمرة الشجرة بتاعتها زرعها الأمن للأسف. فإن لم يتحرك الأمن ويشوف شغله كويس ويأمن البلاد والعباد هتبقى فوضى أكتر من كده. نعم. للأسف شديد. فإحنا بنقول الأمن يجب أن يتحرك ويتحرك بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويشوف شغله ويحافظ على أمن البلاد والعباد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طيب أنتقل فضيلة الشيخ الأستاذ فايز أبو شيتا. أستاذ فايز، يعني سمعنا وطبعا لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن أن الخاطفين بيطلبون الإفراج عن المعتقلين وما إلى ذلك، ولم يحددوا أسماء معتقلين. أنت كيف تنظر لما يتردد أو منسوب للخاطفين من أنهم يطلبون الإفراج عن معتقلين؟ والله أنا بطلب من الخاطفين لو هم فعلا بطلبوا معتقلين بأسمائهم يعني يقولوا عايزين مين؟ إحنا أهل المعتقلين. يبين نفسه. يعني يحدد أسماء المعتقلين؟ يحدد نفسه ويبين نفسه لو ليه مطلب. إحنا بريئون من هذه الأفعال. صدق يعني. طيب الخاطفون يعني لماذا هم اختاروا رجال الشرطة أو المجندون؟ والله لا نعلم أي شيء عن هؤلاء بصدق يعني. طب هل حدثت وقائع اختطاف سابقة لجنود في ضوء ما تسمع هنا سابقا؟ لا ما حصلش. نعم. أنا بقولك أخويا لي 8 شهور متاخد والتاني برضو محكوم مؤبد غيابي، ليه ما عملنا كده من أول؟ إحنا عايزين قانون ياخد مجراه. وأنا بطالب الجهات المختصة من هذا المنبر بالأدلة الكافية التي تدين أخي في أحداث القسم. نعم. سواء أحمد أو إبراهيم. طيب. يعني هذا موضوع آخر. أنتقل للأستاذ حسن حجاب الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة في شمال سيناء. أستاذ حسن، يعني
كان هناك وفد من أعضاء مجلس الشعب والشورى التقى بالرئيس محمد مرسي وتناولوا الوضع في سيناء. هذه المقابلة تمت منذ شهرين تقريبا، يعني ما الذي أثمرت عنه؟ هذه لم يكن نواب مجلس الشعب والشورى، بل كان مجموعة من العواقل التقوا بالسيد الرئيس في القصر الجمهوري، مشايخ عواقل ومشايخ، وأسفر عنها أن سيادة الرئيس دعم المحافظة بدعم مادي إضافي، زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، وسيادة الرئيس وعد بحل مشاكل محافظة شمال سيناء جميعا بإذن الله تعالى، سواء كانت مشاكل سياسية أو اقتصادية أو أمنية. وعلى الجهات المختصة التي يعني تعمل مع السيد الرئيس أن تستجيب لهذا الكلام أو لهذه التعليمات. من وجهة نظر حضرتك، من المسؤول عن التقصير الأمني هنا في شمال سيناء في هذه الواقعة، واقعة اختطاف الجنود السبعة، وكذا في واقعة استشهاد 16 جنديا وضابطا في رفح من قبل؟ والله هذا الموضوع موضوع شائك الحقيقة. إن من السهل على أي حد زي ما تفضل فضيلة الشيخ أسعد أن يكمن في أي مكان ويفتش الناس في أي مكان ويعتقل أي إنسان في أي مكان، هو مسلح ويقف في الشارع ويستطيع أن يفعل ذلك بسهولة. وكمان بالإضافة للكلام الذي ذكره فضيلة الشيخ أسعد أن هذا الحدث استمر لمدة ساعتين ولم يستجب أحد، فالإجابة واضحة جدا كما ذكرها فضيلة الشيخ أسعد أن الجهات الأمنية هي المسؤولة عن هذا الأمر، أن الأمر معروف وتم التبليغ عنه. أنا ذكر لي أحد الناس تم التبليغ كمين الشيخ زويد، تم تبليغه بأن في تم ناس، تم تبليغه من من؟ من الناس الركاب العابرين، ركاب الميكروباص عابرين، أي نعم العابرين، هناك كمين يفتش الناس ويسأل عن بطاقات وهكذا، وتم اعتقال هؤلاء الناس في ظل هذه الظروف. اعتقال الجنود؟ اعتقال الجنود يعني هم الخاطفون انتحلوا صفة رجال الشرطة؟ لا، لم ينتحلوا، إنما أنا بتكلم على خطف. أيوه. يعني وسميه اعتقال أو أسر هؤلاء الناس. بأناشد هؤلاء الخاطفين أن يعني يلتزموا جانب العقل وجانب الإحسان، ويفرجوا عن هؤلاء رحمة بذويهم. يعني أنا عايز أضع كل إنسان مكان والد أو أم أو زوجة أو ابن هذا الجند المخطوف، لا ذنب له في ذلك، ما ذنبه أن يخطف بهذا الشكل؟ ماذا صنع لك حتى تختطفه؟ يجب عليك أن تسارع إرضاء لله عز وجل أن تفرج عن هؤلاء. أستاذ حسن حجاب الأمين العام مساعد لحزب الحرية والعدالة، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كلمة أخيرة للأستاذ فايز أبو شيتا شقيق المعتقل أحمد أبو شيتا. كلمة أخيرة، أنا بناشد الرئيس الدكتور محمد مرسي، إحنا عايزين عدالة، والعدالة أساس الملك. بس جزاك الله خير، أشكرك يا فندم. أيضا فضيلة الشيخ، يعني كلمة أخيرة لحضرتك. هو حقيقة يعني كان ولا بد من كلمة أخيرة، هي المفروض كلمات أخيرة، ولكن هنقول كلمة أخيرة لأن الوقت لا يسمح. لابد الأجهزة الأمنية وجميع الأجهزة الخاصة بانضباط الدولة لابد أن تعود مرة أخرى إلى عملها في تأمين جمهورية مصر العربية في الداخل بالذات، ولابد أن تتعاون مع السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تتعاون معه مش تعمل ضده. عيب علينا في مصر في أجهزة الشرطة تقول إنها عندما تتعامل بحاسم يعني وتطلق النار مع بلطجية أو ما ذلك ويسقط بلطجي قتيلا أو مصابا، هناك بعض المواطنين يثورون عليها وتبدأ تكال اتهامات للشرطة. لا، للأسف الشديد احنا دي أمور مماحكة، إنما عيب علينا في مصر إن يجي لودر بلطجية ويجيبوا جنزير حديد كبير ويربط الباب بتاع الاتحادية، باب سور مكتب رئيس الدولة، ويحاول ان هو يشد الباب اللوردر. احنا فين؟ احنا في وكأن مصر تخلو تماما من كل الاجهزة الامنية. فين الشرطة العسكرية؟ فين المخابرات؟ فين الامن المركزي؟ فين الرئاسي اللي هو الحراسة بتاعت الرئاسة او ما شابه ذلك؟ هو تم القبض على صاحب الهزة. اين هذه الاجهزة كلها؟ فين؟ ما فيش.
هو تم القبض عليه تقديمه للمحكمة الجناية. ازاي يجرؤ ليفعل هذا وبلوتوف على سور الاتحاد؟ الكلام ده كلام خطير. اذا دل على شيء انه دل على انك تآمر، انا بقول بصراحة تآمر شديد من جميع الاجهزة الامنية في مصر ضد هذا الرئيس المسلم. يعني للاسف شديد، فارجو نحن نفيق، دي بلدنا، بلدنا دي لو دمرت او حصل ليها لا قدر الله اي انهيار شديد الكل هيضيع، المركب دي الكل هيغرق، مش بس المسلمين، الكل هيغرق. يجب ان نفيق لهذا الامر، ودي بلدنا كلها. نشكرك فضيله الشيخ اسعد بك القاضي الشرعي في مدينه العريش، رئيس جمعيه اهل السنه والجماعه. شكرا فندم. كما نشكركم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه، وسوف نتابع معكم ايضا ما يستجد في هذا الملف من خطف 7 جنود مصريين هنا بالقرب من مدينه، على بعد 7 كيلومترات من مدينه العريش، و7 جنود من 6 منهم من الامن المركزي، والسابع من مجندي القوات المسلحه.